حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ينضم إلينا من غزة. أهلا بك سيد حازم. يعني مع هذه الأخبار ومع موضوع تأجيل الانتخابات، طبعا لم يصدر قرار رسمي بتأجيل هذه الانتخابات التشريعية القادمة في 22 من الشهر القادم، الموقف في غزة وموقف حماس بشكل خاص كيف هو؟ من المؤسف أن يتصاعد الحديث عن التأجيل من قبل القيادة الفلسطينية لموضوع الانتخابات دون أن يتصاعد الحديث عن كيف يمكن لنا كفلسطينيين أن نجري هذه الانتخابات في القدس في كل مراحلها يعني المختلفة، وكيف نجبر الإحتلال على هذا الأمر مع أننا لدينا دليل قبل أيام قليلة كيف أن المقدسيين فرضوا إرادتهم على الاحتلال بأن أزالوا الحواجز الحديدية في باب العمود، وقبل ذلك قبل سنوات كيف أن الهبة الكبيرة في القدس دفعت كسال لإزالة البوابات الإلكترونية التي وضعت هناك. بالتالي كان على السلطة أن تبحث مع الكل الفلسطيني على آليات الاشتباك مع الاحتلال في القدس، وألا نرهن مساراتنا الوطنية كالانتخابات لمواقف الاحتلال وننتظر منه الموافقة أو عدمها، ثم نذهب إلى موضوع تعطيل مسار وطني متفق عليه من كل الفلسطينيين. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس من غزة. سنحاول إعادة الاتصال به. نعود إلى شبكة. يبدو أن السيد حازم معنا. سيد حازم أهلا بك، عذرا على هذا الخلل الفني، يبدو أنك معنا من جديد. تفضل، كنت تتحدث عن موضوع الأسف من تصاعد حديث القيادة الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات. نعم، قلنا أن الأصل ألا يبدأ الحديث من منطلق أنه يجب أن نؤجل الانتخابات لأن الجانب الصهيوني لم يعطي موقفا بخصوصها. كان الأصل أن يتصاعد الحديث عن كيف نجري هذه الانتخابات، كيف نسخر كل القوى والفصائل للاشتباك مع الاحتلال في ميدان القدس لإجراء العملية الانتخابية، وأكدنا في كل مرة أن شعبنا قادر على فرض إرادته. كنا قبل أيام قليلة على هبة المقدسيين كيف أنهم دفعوا الاحتلال لإزالة الحواجز الحديدية وقبل هذه السنوات. صحيح سيد حازم، لكن عذرا لكن نتحرك منطقة الاشتباك مع الاحتلال. صحيح، في انتظار موافقته. لكن ألا يمكن تخوف من 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 الفاتورة الكبيرة؟ على الأقل هذه الاصطدامات قبل أيام يعني أدت إلى جرح أكثر من 110 شبان من الفلسطينيين. نحن كشعب فلسطيني وقف في الاحتلال في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال، والاحتلال لا يعني يوقف جرائمه سواء لدينا انتخابات أو عدمها، سواء كان في هدوء أو عدمه. القتل على الحواجز، القتل على في الحصار لقطاع غزة مستمر، التهويد، استفزاز في الأقصى، بناء الجدار والمستوطنات. بالتالي هناك عدوان مستمر لا يتوقف على شعبنا في كل أماكن تواجده. هناك قوانين عنصرية لأهلنا في الداخل المحتل. بالتالي إنه الخوف من دفع فاتورة هذا أمر لا يليق بشعب واقع تحت الاحتلال. الأصل فيه أنه في حالة اشتباك وحالة تضحية متواصلة مع الاحتلال والصدام معه، وليس الخوف من خسائر هنا وهناك، مع أنه كل قطر الدم من أبناء شعبنا هي قطرة عزيزة، ولكن دائما يجب أن يكون لنا موقف مصادم لإرادة الاحتلال وليس متسقة معه. طيب سيد حازم، يعني قبل أن أذهب إلى موضوع التشاور وموضوع الاتصالات التي إن كانت تمت، أريد أن أسأل عن موقف حماس. يوم الخميس القادم سيكون هناك اجتماع للسيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، سيتم اجتماع، تمت دعوة عدد من الفصائل وأيضا القوى السياسية لطرح كل الاتصالات التي جرت إن كانت مع الجانب الأوروبي أو حتى الأمريكي وحتى العربي وحتى الإسرائيلي، ولاتخاذ موقف واضح من موضوع الانتخابات. في حال تم تأجيل الانتخابات وأنتم في حماس كنتم ترفضون هذه الخطوة من قبل، في حال تم تأجيلها ما موقفكم أنتم من التأجيل؟ التأجيل من منطلق الارتهان لموقف الإسرائيلي مرفوض بجملة وتفصيلا. لا يمكن أن نتحدث عن تأجيل، يجب أن نتحدث عن كيف نجري هذه الانتخابات. يعني هل هناك ظروف موضوعية أفضل تتوفر للرئيس السلطة محمود عباس حتى يجري هذه الانتخابات؟
سيتغير موقف الحكومة الصهيونية قادما من موضوع القدس، بالتالي هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. نبحث في اجتماعات القيادة كيف نجري هذه العملية الانتخابية، أنه نعطل الانتخابات وانتظام وقت الاحتلال الدخول في فراغ سياسي حقيقي في حالة من الفوضى السياسية. شعبنا وقع تحت انقسام سياسي وانقسام إداري، أرجو من هذه الانتخابات أن تكون مدخل لترتيب هذه الأوضاع. الآن أنه يغلق الرئيس محمود عباس الباب أمام هذا المدخل يعني استمرار الواقع بل تعميق حالة الانقسام الموجودة، خاصة بعد أن هناك حراك حدث في الحالة الفلسطينية وقوائم تقدمت وتكتلات تشكت. فلا يعني معنى بالتأجيل في هذا الظرف، يجب أن نذهب إلى هذه الانتخابات بكل قوة وأن نجريها في القدس كما يعني يفعل شعبنا في كل محطات صدامه مع الاحتلال. دون ذلك يعني أن السلطة مصرة على سياستها وفلسفتها في راهن كل خطواتها لمواقف الاحتلال. طيب كيف ممكن إجراء هذه الانتخابات التي تتحدث عنها في القدس مع هذا التعنث الإسرائيلي ورفض إجراء الانتخابات وهو الذي حسم مسألة القدس بشكل كامل؟ نعم، لم يحسم موقف موضوع القدس بشكل كامل الاحتلال. الذي يحدث في القدس خلال الأيام القليلة القادمة تثبت مرة أخرى أن شعبنا هو الذي يستطيع أن يحسم الأوضاع على الأرض. اليوم خرجت الأخبار الصهيونية تقول أنه جهاز الشباك كان يضغط على الشرطة الإسرائيلية في القدس من أجل أن يزيل الحوادث حتى لا نذهب إلى تصاعد الأوضاع. يعني الأجهزة الأمنية في داخلها داخل الاحتلال كانت تذهب للتهدئة وتهدئة المقدسيين. فإذا سحبنا هذا الأمر على موضوع الانتخابات واتفقنا كفلسطينيين وقوة وفي المقدمة منا الخطوة الفلسطينية على آليات وبرامج يعني اشتباك وصدام مع الاحتلال، سنجد 100 صيغة وصيغة من أجل أن نجري هذه العملية. لكن المؤسف في موقف السلطة أنها من البداية تنتظر موقف الاحتلال، وهذا أمر غير مفهوم في حالة شعب واقع شعب مقاوم منتصر تحت الاحتلال. سيد حازم، كان هناك أو تم الكشف عن مقترح أوروبي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وكان أيضا هناك مصدر للتلفزيون العربي اليوم تحدث عن مقترح أوروبي أيضا تم تقديمه للسلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في مبان خاصة وتابعة للأمم المتحدة. نحن غير مطلعين على مجريات اتصالات السلطة سواء مع الدول الأوروبية في زيارات وزير خارجية السلطة إلى عدد من هذه الدول، أو اتصالاتها مع الجانب الصهيوني، أو لقاءاتها مع الجهات الأممية. للأسف هذه التفاصيل ليست عند حركة حماس، وهذا نقطة وهذه نقطة ضعف بالمناسبة في موقف السلطة، أنها تصرف لوحدها في هذا المسار ولا تستقل بالموقف الفلسطيني الجامع. أعتقد أنه إذا جلسنا بنية صافية كفصائل وقوة وخاصة من السلطة نستطيع أن نجد من الآليات والطرق ما يجعلنا نجري هذه العملية الانتخابية بعيدا عن بعض يعني الحساسيات أن موضوع التصويت في الأمم المتحدة أو قرارات الأمم المتحدة يعني أنها في أرض غير فلسطينية أو خلاف هذه الأمور. لكن من لجنة فلسطين نتفق، وليس فقط السلطة ترفض المقترحات ولا تطلع الفصائل عليها وتزاول على الجميع في هذا الأمر. مرة أخرى الشعب الفلسطيني في القدس يجب أن ينتخب ويمارس عملية ديمقراطية بالكامل وأن يفرض هذا الأمر فرضا على الاحتلال، ونحن بالتأكيد قادرون على ذلك. طيب سيد حازم، يعني لم تعطني جواب شافي على السؤال بحول المقترح الأوروبي بإقامة الانتخابات في القدس في مبان تابعة للأمم المتحدة، هل أنتم في حماس تؤيدون هذا المقترح أم لا؟ نحن أولا كما قلت لك لم يعرض علينا هذا المقترح بداية. ثانيا يجب أن تتم العملية الانتخابية في كل مراحلها ضمن المؤسسات الفلسطينية وفي الأماكن الفلسطينية. الأهم أنه أي طريقة أو أي أسلوب أو أي مقترح يجب أن يكون ضمن توافق وطني كامل، لأن الانتخابات في كل تفصيلاتها وحتى في مراسيمها وفي ميثاق الشرف الذي وقع في القاهرة وفي تفصيلات تشكيل المحكمة الانتخابات كان كله بالتوافق الوطني، بالتالي كل تفاصيل هذه العملية يجب أن تخضع للتوافق الوطني، وهو غير حاصل حتى الآن في موضوع القدس، لأن السلطة تستأثر بالموقف وتتخذ الموقف الذي تريده هي ويناسب مصالحها هي ومصالح حركة فتح. س-
سيد حازم، ألا يوجد أي اتصالات معكم في الحركة من قبل السلطة الفلسطينية بشأن موضوع الانتخابات أيا كان هذا الموضوع؟ سيد حازم هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الذي كان طبعا يتحدث عن موضوع موقف حماس أيضا الواضح والصريح من موضوع إقامة الانتخابات، وذكر أن كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية كما قال قبل قليل يجب أن تخضع للإجماع الوطني الفلسطيني، وأنه لا توجد هناك طبعا اتصالات مباشرة بين السلطة الفلسطينية وأيضا حماس بموضوع الانتخابات إن كان من موضوع التأجيل أو حتى بموضوع المقترحات إن كان المقترح الأوروبي أو غيره من المقترحات.